في مصطلح مهم جدا اسمه موك، MOOC، يعني ماسيف اوبن اونلاين كورسز، يعني التعليم المفتوح اونلاين. وده بيدي لك فرصة انك تتعلم وتطور نفسك من غير ما تدخل جامعة او تاخد كورسات غالية او تتقيد باي روتين تعليمي ولا اي مصاريف من اي نوع، ولا حتى تضطر تخرج من بيتك عشان تحضر محاضرات. يعني ممكن تتابع المحاضرة وانت مأنتك في بيتك وفي الوقت اللي انت عاوزه وبالكم اللي على مزاجك. الميزة الاكتر انك هتاخد معلومات عملية ليها علاقة اكتر بسوق العمل وطرق التدريس في الجامعات العالمية المشهورة. وفي ميزة كمان انك هتوسع مدارجك من خلال المناقشات الملحقة بكل كورس واللي بيشارك فيها ناس من جنسيات مختلفة وخبرات عملية مختلفة. طبعا الاهم من ده كله ان الكورس اللي انت هتتابعه اكيد حاجة انت بتحبها مش مجبر عليها زي ما بيعملوا كده في المدارس الجميلة بتاعتنا. طيب زي ايه مواقع كده بتدي لك فرصة انك تتعلم اونلاين؟ موقع مثلا edx.org edx وكورسيرا.org برضو واليسون.com، وفي مواقع عربية زي رواق وإدراك. الروابط دي كلها هتلاقيها في الديسكريبشن بتاع الفيديو، ما تنساش تعمل اشتراك في القناة.